السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. اليوم راح أحكي عن هذا البرنامج اللي هو برنامج مونتاج، بيعمل لك مونتاج، وأي فيديوهات بدك تعمل عليها مونتاج، بدك تعمل تضيف عليها شيء، كتابة، رموز، يعني كل شيء بيتعلق بالمونتاج للفيديو راح أشرح عن هذا البرنامج اللي هو اسمه فلو. هذا البرنامج رائع جداً، كتير 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 ظريف وسلس، ويعني ما في صعوبة، ما بتحس إنه في صعوبة. يعني أنت عم تشتغل بالفيديو، عم تطبق وتنزل وتعمل وتطلع وتحذف كذا، بتلاقي كتير هيك سلس، يعني ما في صعوبة، تمام؟ فرح أحكي عنه اليوم هذا البرنامج، وهذا البرنامج للموبايلات اللي حابب مثلا يعمل مونتاج عن طريق الموبايل، يمكنك تنزل عندك هذا البرنامج كتير رائع، أو تنزلي عندك هذا البرنامج كمان كتير كتير ظريف. رح أشرح عنه هلأ، بنكبس عليه يفتح. هلأ بس يفتح هذا البرنامج، تمام، شايفين مثل ما حاطط لكم هون، حاطط لكم إنه إشارة الزائد هاي، تمام. أنت مثلا بدك تساوي فيديو لليوتيوب مثلا، تمام، بتفوت عليه، حط إشارة الزائد، قوم بيعطيك، بفوتك على القائمة اللي هي موجودة عندك اللي فيها الفيديوهات انت يلي حابب انه انت مثلا تعمل مونتاج على فيديو معين، تمام. لنفترض راح احط له فيديو من الفيديوهات اللي عندي، حنفوت على هذا الفيديو، تكبس عليه، بعدين تكبس عليه هون فوق هاي الاشارة الحمراء. هون عم يقول لك انه شو القياس اللي بدك اياه نعرض للفيديو، بدك اياه لليوتيوب، ولا عندك يشوف اللي على اليسار هون للانستغرام، كمان عندك واحدة تانية الانستغرام، وفي عندك كذا واحدة، يعني كيف انت الطريقة اللي بدك تعرضها فيه، تمام. وعندك هون تحت هي بالنص اللي هو فل، اللي هي هي انه الشاشة تطلع كاملة، وفي عندك هي اللي هي الاين باسين اللي هي بتجي مستطيلة، تمام. وعندك اللي هي هي ميتا اللي هو بالوسط، انه الصورة بس تجي بالوسط. فنحن لا، شو بنقول، احنا بدنا اياها لليوتيوب، بنكبس على اليوتيوب وبعدين بنعطيهم، شايفين؟ فتح لي الفيديو. هلا هذا الفيديو انا عندي هون، هذا الفيديو طبعا انا نزلته عندي بالقناة، تمام، واللي ما شافه امكان يفوت على القناة ويشوفه ويعملنا لايك اذا حبيته واذا مالك مشترك بالقناة او مشترك بالقناة كمان اشترك بالقناة. فهي الفيديو عندي مثلا، تمام. لنفترض انا الفيديو بدي اضيف عليه مثلا تسجيل صوتي مثلا، تمام. شايفين عندي هون كلمة تون اللي هي هي الصوت، تمام، بكبس عليها مثلا. هون في عندي تحت هون هذا، شايفين شكل الميكروفون اللي هو يشتمي الصوت، تمام، انه انت بتنزل الصوت اللي بدك اياه، تمام. وعندك هذا اللي بالنص تون افكت، اذا عندك انت مقطع صوتي مسجله مثلا او شيء بدك تضيفه من القائمة فيك تضيفه من هي الزرات. وفي عندك هي البي جي ام، هي لكل شيء ملفات عندك موجودة للصوت، تكبس عليها مثلا. لنفترض انا بدي اضيف له صوت من الملفات اللي عندي، بنقول له عالداتاي. لنفترض مثلا بدي اضيف له، لنفترض هي الغنية مثلا، بكبس عليها يوم بسمعني اياها، شايفين؟ يعني عم يسمعني اياها انه هي الغنية بتنزلها مثلا، بقول له لا ما بدي هي، بدي اللي بعدها مثلا، شايفين؟ انت اي شيء بدك تضيفه بامكانك تفوت مثلا، لنفترض انا عجبتني الغنية بحط على اشارة الصح هنا ضيفة، شايفين؟ اعطاني هذا الصوت، مقطع الصوت هون. هلا نزل عندي المقطع الصوت هون، بقول له فيرتي اللي هو انه انتهى، بشغل عندي الفيديو لاسمعه كيف بيطلع، شايفين؟ يعني برنامج عن جد كتير 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 ظريف وسلس، تمام. مثلا انا بدي اوقف على هذا المقطع، بوقف مثلا بدي اعمل له قص هذا المقطع، بكبس عليها، شايفين هون المقص، بكبس على المقص قصل لي المقطع، بامكاني ابقى ازيح المقطع هذا شلون ما بدي، بوقف الصوت بحط صوت ثاني، بلغي الصوت اللي بدي اياه. يعني انا ما راح اشرح لكم كل شيء عنه للبرنامج، بس انه هي عم بعطيكم هلا مختطفات، انتم بس تنزلوا برنامج عنكم بتفوتوا بتتفرجوا على الموضوع. الموضوع بصراحه كثير كثير ظريف وسلس. يعني مثلا هلا انا قصيت هذا الصوت، انا ما بدي قصي، خربطت، تمام، بكبس على هذا السهم بيرجع لي مثل ما كان، شايفين رجع صوت مثل ما هو ما انقطع.
تمام. هاي بالنسبة للصوت مثلا. عندنا لو نفترض مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، عندنا مثلا نضيف صورة نكبس على هاي اشتكى تمام. هون مثلا بتكبس على هون على اول وحدة اللي هي على بيفيجونجنس اشتكى الرموز المتحركة، تكبس عليها شايفين بيطلع لك كل شيء اشارات. هلا اللي عليه قفل هذا ما فيك تنزله، بدك تكبس عليها تشتريها شراء تمام. اذا عجبتك بدك اياها فوت تشتريها شراء تمام. في شغلات مجانية شايفين، هدول ما عليهم قفل، هدول اللي ما عليهم قفل هدول كلهم مجانيات شايفين، احرف اي شيء يعني رموز بدك اياها كذا بتلاقيها موجودة هون تمام. بدك تضيف مثلا اطار على هاي الفيديو تفوت على هون على الغامن شايفين هاي الاطارات كلها. لنفترض بدي اعمل هذا الفيديو بهذا الاطار، بس اطار شوف كيف صار، يعطيني بس هيك انه هاي الاطار انا بكبره كيف ما بدي وبزغره هيك تمام. هاي اطار ما بدي اياه بقول له عليه اكس، برجع بفوت على الغامن شايفين في اطارات كثيره. مثلا هاي مثلا نفترض هذا مدور كمان مكبره وبزغره كيف ما بدي تمام. هاي بالنسبة للغامن. في عنا هدول اللي هو الفرلاق بكبس عليها هون اللي بيعطيك هيك اشكال مثلا قلوب وهيك شغلات، ما بدي هي مثلا بدنا هيك، انت بتحط على الفيديو اللي بدك اياه تحط هيك تحط هيك شايفين. يعني برنامج والله كتير حلو، ويعني حلاوته انه سلس يعني ما في صعوبة ما في هيك، في برامج بتفوت عليها مونتاج بتكره حياتك يعني، فهذا كتير حلو شايفين. فانت بتحط اللي بدك اياه الرمز اللي بدك اياه او شيء وبتقول له اوكي مثلا بينضاف عليه تمام. هاي بالنسبة لهدول. عنا هون مثلا الكتابة، بدك تحط انت ملف كتابة مثلا تكبس على التكست، عندك ملف بدك تكتبه هون تكبس على هون. لو نفترض انا حاطط مثلا قناة منوعات تعليمية بكبس عليها تطلع لي قناة منوعات تعليمية، صغرها كبرها كيف ما بدي بتحكم فيها انا كيف ما بدي بشتغل فيها تمام. بدي اعدلها مثلا قل له اوكي، بكبس عليها كبسة طويلة هون مثلا بدي اعدل الكلمة انا هلأ بدي احطها مثلا اي شيء، الرجاء الاشتراك في القناة تمام. حطها مثلا بقول له مثلا نفترض اوكي تمام. هون عمي اللي بدك اياها تنحطها بهين من هاي المساحة لهي المساحة بس، يعني بيمشي مثلا بس يمشي الفيديو شوفوا حشغله راحت تمام. انت كيف المساحة اللي بدك تحطها بامكانك تحطها، مثلا انا بدي وسعها شوي بعمل هيك كبسة طويلة عليها وسعها كيف ما بدي، بدي اياها تنحط بالفيديو كله بكبس على هذا السهم يعني من اوله لاخره بكبس على هذا السهم شايفين تعبى كل الفيديو. بدي رجع مثلا لهون بكبس على هاي، يعني كتير كتير حلو بصراحة البرنامج هذا. هاي مثلا ضفناها هلا، شوفي عندنا شغلات تانية، عندنا هاي مثلا اللي هي اللعبة هون كمان بتحط انت شو بدك تضيف، نص قصة شغلة على اي شكل مثلا نفترض هذا الشكل شايفين، تضيف على شكل ورقة يعني كذا في كتير هاد مثلا على شكل روزنامة اذا انت عم تشرح عن شيء عن روزنامة عن قصة هيك هيك شايفين. في كتير شغلات، هاي قلب مثلا هاي هاد، يعني بقلبه كتير شغلات حلوة. شوفي عنا كمان عنا هون اللي هو اذا بدنا نضيف تمام. هون اذا بدك تضيف نص هيك مثلا على شكل تكست كلمة يعني تمام. هاد عنا هلا هون اللي هي الرابعة اللي هي بيب، هون حاطين لك اذا انت بدك تضيف فوق هذا الشيء صوره، حط بيلد تضيف الصوره انت اللي بدك اياها تمام. نضيف له هاي مثلا شايفين ضفناها، حط انت وما بدك تتحكم فيها بتنزيحها بتحطها. بدك تضيف له مثلا شيء ملف متحرك تمام، كمان بتلاقي هون فيديو، اذا بدك تضيف فيديو فوق فيديو تمام لازم تشتري هيك تشتريها، هاي الميزه بدك تشتريها شرط. هون عنا فلاتر فلتر الالوان،
كيف بدك انت اللون تبع الفيديو يكون هيك هيك، شايفين؟ يعني انتو بتتحكموا باللون اللي بدكم اياه، تمام؟ هي بالنسبة للفلاتر. شو في عنا ميزات في كمان؟ تمام، هلا هي بالنسبة لهدول الميزات. شو في كمان شغلات؟ عنا مثلا هاي الفيديو، انا الفيديو هذا وصل لهون، تمام؟ بدي من هون انا مثلا اقطعه هذا الفيديو، بتبس عليه بعمل له قص، شايفين؟ قصلي الفيديو اللي عنده هون، هلا صاروا ملفين. يعني بامكاني انا هون عند هاي النقطة البيضاء بامكاني اضيف اي شيء بدي اياه، مثلا بدي اضيف مثلا نفترض صورة فاصل هون بيناتهم، تمام؟ بعمل هيك بضيف صورة، شايفين؟ انضافت الصورة. هلا بشوف كيف بيمشي الفيديو، بيقطع بيروح عند الصورة هاي وبعدين بيقلب على الفيديو، شايفين؟ انا بحدد له المساحة اللي بدي اياها طبعا. يعني بدنا نقص الفيديو مثلا، هلا نفترض هاي اللي نزلناها بدنا اياها تكون مدتها طويلة، هاي مثلا، تمام؟ بامكانك تكبرها انت كيف ما بدك، المساحة اللي بدك اياها توصل عليها، تمام؟ وهي الدقايق حاطين لك دقيقة 7 ثواني، دقيقة 9 دقيقة، 10، قد ما بدك وقت انت بتحطه. هلا رحنا ما بدنا مثلا هاي الشيء، شو بنقول له؟ ما بدي اياها انا، هي بدي امحيها، بس لهون لوشن حذف، نحذفه. هذا انا قطعته هذا الفيديو مثلا، بدي ارجع ارجعه مثل ما كان، كيف؟ بتبس على هذا السهم مرتين ثلاثه اربعه، يرجع خطوه بخطوه، هي رجع لي الفيديو مثل ما كان، شايفين؟ هي بالنسبه لها. يعني بصراحه والله البرنامج كتير كتير مثل ما عم اقول لكم كتير حلو وسلس وظريف. هذا للي بدهم يعملوا مونتاج عن طريق الموبايل، والبرنامج مجاني، بتنزله مجاني، ما في لا بده اشتراك ولا بده مصاري ولا بده شيء. في برامج تانية عم تفوت لتشتريها بدك تدفع مصاري عليها، هذا لا مجاني، تمام؟ فهذا هو الفيديو تبعنا اليوم، اللي هو برنامج فلو. بتمنى ان شاء الله اكون فدتكم بالموضوع، وان شاء الله اني شرحت بطريقة جيدة وفهمتوا اللي شرحته ان شاء الله. بتمنى اذا عجبكم الفيديو عجبكم الشرح تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك وتشاركوا الفيديو، واللي ما له مشترك بالقناة بتمنى انه يشترك بالقناة او تشتركي بالقناة لانه ما راح تخسروا شيء. فبتشكركم، بتشكر المتابعة، واي سؤال حابين تسألوا عن البرنامج كمان اكتبوا لي بالتعليقات، انا صار عندي خبرة منيح فيها يعني هذا البرنامج. فهو انا شرحت لكم يعني جزء بسيط منه هلا، انه بس فكره اللي بدي يبلش كبدايه، تمام؟ بس هو في كتير كتير شغلات يعني، بس ما بدي اطول عليكم الفيديو مشان ما يطول الموضوع يعني، تمام؟ فاي شيء حابين تسالوه، اي شيء مثلا حابين تستفسروا عنه بامكانكم تكتبوا لي بالتعليقات، كمان انا بجاوبكم براسي ان شاء الله، تمام؟ بتشكركم وبتشكركم.